تبعنا عن كتب الخرجة غير موفقة وغير المقبولة ديال الشيخ الذي حاول من خلال كلامه إهانة الفنانة الكبيرة فاطمة أبو عمران. والمناسبة لا نعرف فاطمة أبو عمران مؤخرا عاشت ظروف ديال وفاة الابنة ديالها، وبالتالي ما عندها شي أغنية جديدة تسيء إلى الاحترام أو التقدير ديال المواطنين المغاربة. هي تغني أغاني فيها الكثير من النضال حول الحفاظ على الثقافة واللغة الأمازيغية، وتغني على الطبيعة، على الإنسان، على المغرب، على يعني القضايا اللي كيعيشها المواطن المغربي بشكل عام. وبالتالي الخرجة ديالو تجاوزت الحدود المسموح بها دينيا ولا اخلاقيا ولا اجتماعيا ولا قانونيا، وبالتالي خرج واحد البيان موقع من طرف المئات من المناضلين في الحركه الامازيغيه والجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقيه وفنانين اخرين وسياسيين ومناضلين في جميع المجالات، لان ديك الخرجه غير مقبوله وهي متزامنه مع ما يحدث في افغانستان. طالبان كنعرفوا بان كيحاولوا انهم يحرموا الفتاه والمراه من متابعه الدراسه ديالها ومن الخروج للعمل، وبالتالي هذا الهجوم على طبع عمران كامراه غير موفق نهائيا، والهجوم عليها كفنان كذلك غير موفق وغير مقبول، لانها انسانه محترمه ومعروفه بالعصاميه ديالها وتقديرها، وتشتغل في اشتغلت في العمل السياسي وتشتغل في المجتمع المدني، فهي رئيسه جمعيه تيرين وكال التي تنشط في المجال الثقافي والفني الامازيغي، كما انها تشتغل في العمل الاجتماعي، فهي تقوم بعدد من المبادرات الخيرية والإحسانية. وبالتالي هذا الخروج ديال هذا السيد اللي يوظف كل ما يملك من ثقافة دينية متخلفة، نقول متخلفة لأنها لا تنتمي إلى الإسلام الحقيقي، الإسلام الوسطي الذي يحترم الإنسان ويقدره في كيف ما كان، كان فنانا أو غير فنان. وبالتالي احنا في ضمن الناس اللي وقعوا البيان، أنا استنكر وندعو إلى محاسبة هذا الشخص، خص وزارة أوقاف واش الإسلامية توقف بحال هذه الخرجات هذو. لا يجب العبث بالدين الإسلامي، فهو دين مشترك ديال كل المغاربة، وبالتالي كاين حدود ديال النقد، وكاين حدود ديال النصيحة، وكاين حدود ديال الفتوى، كل هذه الأمور هذه خص يتم وضع عليها الحد، لأن هذه الحرية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي وحول البعض استغلالها من أجل الهجوم على الآخرين، فهو غير مقبول شرعا ولا دينيا ولا قانونيا وغير مسموح. احنا في دولة فيها التسامح، فيها الاعتراف بالآخر، فيها التعدد اللغوي، التعدد الثقافي، التعدد الفناني، فنحن أمازيغ وعرب ويهود ومسيحيين نعيش في هذا الوطن، وبالتالي نقدر جلالة الملك أمير المؤمنين، وكذلك نقدر كل ما تم إنجازه في تقدم هذا البلد، وبالتالي لن نقبل مثلا يجي واحد ويهين امرأة وفنانة معروفة ومقتدرة وتستحق كل الاحترام والتقدير. العريضة فيها التضامن، فيها ثلاثة نقاط أساسية: أولا استنكار هذه الخرجة هذه، ثانيا التضامن الكامل، ثالثا الدعوة لمحاسبة الشخص. الجهات المسؤولة على الحريات وعلى القانون، تطبيق القانون في هذه البلاد، خصهم أنهم هذا الشخص النيابة العامة تدير شغلها، وبالتالي راه الفنانة بنفسها رفعت دعوة قضائية، وربما سيتطوع مع العديد من الجمعيات الأمازيغية والجمعيات الحقوقية، وكذلك حتى هيئة المحامين بأسوس وأكادير. وبالتالي لأن ما هذه الخرجة هذه غير مقبولة في هذه البلاد، وفي هذا الظرف بالضبط الناس البلاد كتعيش مشاكل أخرى، كاين كثير كنعرفوا دابا الخرجة الأخيرة ديال الاتحاد ديال البرلمان الأوروبي، وكاين مشاكل عديدة اللي هي معقولة اللي خص المواطنين يعاو بها ويتابعوها. وهذا السيد هذا كيخرج بهذيك الطريقة ضد امرأة فنانة، فهذا الأمر غير 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 مقبول، وغير وما جاش في الوقت، وحتى عنده موقف من طبع عمران خصو يقول الموقف ديالو بكل احترام، وبلا بلا بلا هاد بلا هاد الاتهامات وهاد الإهانات اللي استعملها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.